المحكمة سبسيد خالد دقيق استمع لوحدة منهم مرتين وحدة سبق أيضا أخرى استمع إليها وقررت المحكمة استدعاء وحدة خارج أرض المغرب والأخرى عندها واحد شهادة طبية دات بها فيها مناعة عندها نقص المناعة يعني تعذر لما يجي المحكمة صراحة موجودة في محاضر ما كان مشكلة هذا حكم تاع المحكمة خصنا نحترموه وننفذوه. العجيب اليوم هو أن داكشي اللي كنا نقولوه أن التهامي البناني لم يموت وليس هناك ما يفيد الوفاة والشيء الذي كانت تطالب به والدته منذ زمان ونحن نشاطرها من حقها معرفة مآل أو حياة الإبن هذا لا نقاش فيه باب الإنسانية وكأشخاص وكمواطنين وكأي فرد هذا متفقين معها كنا دائما كنقول لها احنا متفقين معك في أي طلب يهدف لكش في الحقيقة احنا نشاطرك ونقدر نأديو الصوائر لما أديتها تاع شي إجراء خبرة أو شيء من هذا القبيل. الآن الغريب هو أننا سمعنا من المستشارة القانونية وبلغنا الرئيس وقلنا له هاي السيدة أعطوها الكلمة شنو قالت لنا؟ قالت لك التهامي البناني لقاوه في تمارة مصورينه وهاد صورته وهاد الشبه لباه ولكن في واحد الوضعية تشكل شفت صورة باه عينيه وحدة زورق قري ومني كانت تهرب هاد العين تهرب معاه للأخرى وهو إلى العينين كل شيء كيتبدل في الإنسان إلى العينين كانت عقل الإنسان قالت لك شافتوه أنا جايك قالت لك شافوه تأكدوا منه وجهه الشبه مشافته قالت لك يشبه له 80% ولكن ما في له 7 دابا شحال معاه حوالي 15 عام دار واحد اللحيه فواحد الوضعيه مترديه صورته كتشوف فيه الشوفه تاع العين يعني بالعين تعرفوا ماشي غير تصويره كيشوف خبرت السيد وكيل الملك تماره دارت له الكتاب جات القائده شافوه تاكدوا كانت تقريبا واحد 90% باللي او 99% باللي هو حنا بغينا نقطعوا الشك باليقين قلنا له سيد رئيس السيدة راه تبلغتنا واحد الحقيقة هذه حقيقة العدالة كتقول السيد اللي كانت تقول امه ولده ما مقتولش يعني داك الشعور راه صادق امه قالت لكم بان السروال اللي وريته في التصوير راه ماشي ديالو بان التبان كبير عليه الصور ماشي هو هذاك عدد من الامور وتا هي ام غتحس بالابن ديالها واش هي تقول لك ولدي ما مش تقول لها ولدك مات ما يمكنناش تقول لها السيدة ولدك مات نقتلوا لها وهي قالت لك انا ولدي ما ماتش وعندي احساس وهذا القراء اللي اعطتوني ما كيناش انا فرم اللي مشيت عنده قال لي ولدك راه جا ومشى ها هو فلان في المستشفى دونك ولدي باقي حي اما مختطف او مشموش موضوع اختطاف اما موضوع اختطاف او احتجاز او شيء انا باغي نعرف ولدي ولا قلتوا لي مات شنو المنطق تاع الام الا قلتوا لي ما تعطوني الدليل قالت شي عيبات السيده لا ما قالت شي عيب وباش تقول لي احنا ولدك مات وهو الجود 440 ومن يمشي يدور الضي لقاوها امراه نقول له ولدك مات ولكن السروال ماشي ديالو نقول له ولدك مات تبان ماشي ديالو الصور ماشي ديالو وهذا الحماق كذوك انا سيدي كثر ما هكا الام كانت صادقه كنحييها على اسنها كانت صادقه وخا العاطفه احيانا كان ممكن تقول قالت له انا سيد الرئيس ما بغيتش ندي الذنوب تاع الناس انا بغيت الحقيقه اللي معتقلي ما بغيتهمش انا بغيت الحقيقه تبان الا ولدي ما تعطوني الدليل الا ولدي حيقول لي فينا هو الان تبين باللي السيد في تماره كاين شكوك قويه قرائن قويه بانه هو من حيث الشباب من حيث كذا حنا يدنا كي غنديروا السيده المستشاره بلغت السيد وكيل الملك قامت بالواجب صوراته كان فيديو دات لخبرات السيد وكيل الملك بتماره جات القايده اللي في تماره حضروا شافوه هذا السيد راه كيقولوا ميت فخصنا نقطعوا الشك باليقين الرئيس قال لك اودي دابا حنا غناخروا هذا الملف تاع الشهادتين والسيده المستشاره اللي شافت هذا الشيء وعينت امه هما كيقول لك كثر من هكا وقعت واحد الواقعه ربما غادي يجيب لنا الضحك ولكن عندها واحد المغزى ان مني شافت امي الاول واحد المشتجه قدامها بجوج صغار بقاو يرضعوا فيها ولادها يعني هذه امك قال لك حنا فسرنا هكا هذا زعما بزاف على الصدفه نقدروا نضحكوا نقولوا خدي فيها خطه ولا كذا ولكن الام عندها احساس بمعنى اللي عندنا شكوك حنا والمحكمه براسها قالت في الحكم السابق حيث ان المحكمه ليس اليقين بالوفاه ما يمكن لها شبت في القتل وعندها شك حول السيد فامرت بإجراء خبرة لما جرت الخبرة على الضين لقاوها امرأة دونك ما عندنا السيد ما يفيد الوفاة واش غادي يبقاو الناس معتقلين ونقلبوا على السيد اللي كيقولوا حي ما عندناش دليل يقدر يكون كاع ماتو خص يكون الدليل
والدليل باللي هما قتلوه. فهاد الناس ضربوا عامين وثمان شهور في الاعتقال الاحتياطي، 40 جلسة وما وحنا ملي فكا تاخر. الان صافي خصنا نظهر الحقيقة، كلشي عيا، هما عياو، الام عيات، كلشي عيا، بغا يشوف الحقيقة. فين المشكل دابا؟ هاد الشاب هذا اللي كاين في تمارا فين دابا هو كاين؟ ما شفتوش انا، كما قالت لي السيدة المستشارة، قلت الخبر للرئيس وقلت له ها هي وجات وحضرت قدامنا الرئيس، ها هي، قالت له انا مستعد نصرح. حضرت معنا قلت له انا مستعد نصرح السيد الرئيس، على اساس ان شفتو وشبه الباه والشباب، وجبتنا صورتنا، صورت باه، صورت هو فيديو، وهذا اللي كان قايد خبرنا ودرنا. امها مو قالت لها اللي قالوا لي تقريبا 80% انه هو ذاك التعميل بناني. التاريخ عطانا احداث ان الناس بقاو مفقودين 40، غير ديك مختفون، كتلقى 30 عام مخفي، 40 عام مخفي، 40 عام مخفي، 30 عام مخفي. دابا عاد كيتبان، يقدر يكون فقد الذاكره، يقدر يكون مريض، يقدر يكون وقع له شي مشكل، يقدر ما يهضرش، يقدر شي ازمه نفسيه ما عرفناش. خصنا نتاكدوا في جميع الاحوال، هو ولا ماشي هو. حنا قلنا لهم غير عطيو الصرح لهاد الناس، سدوا الحدود، سحبوا جواز السفر، ديروا كفل، كملوا البحث ديالكم. نهار ثبت عليهم، الى لقيتهم عشت عطيهم الاعدام، انتوما كاع علاش؟ ولا ما كانش تلقوهم، فما يمكنش يعانيو هما وعائلتهم. دابا حتى واحد ما مرتاح، لا ماين مرتاح، الطرف المدني مرتاح، لا المتهمين مرتاحين. شنو هاد الشيء؟ شنو الغرض من هاد الشيء؟ واش حنا باغيين واحد العداله اللي كنرتاحوا فيها؟ ولا حال حتى واحد ما راضي عليها؟ لا طرف مدني، ما يمكنش هاد الشيء راه يوقع لي ليا ويوقع غدا. الامور خصها اليقين، ما خصهاش الشك. القضاء لا يحكم الا بناء على اليقين، اما الشك والتخمين والاحتمال ما يعطيكش الاعتقال. ما يعطيكش الاعتقال. وثاني ربما لو كان بحثنا مزيان لقى حوايج اخرين يجيبوا الفاعلين الحقيقيين، وهذو راهم غير ظاهر. والتاريخ ثبت لنا بزاف الوقائع اللي بعد موت دابا لك باللي هذاك المتهم راه غير ضحيه، خطا قضائي او سوء تقدير او شيء من هذا القبيل، اللي بقى معتقل. الان تاخر الملف، المحكمه صدرت حكم محترم غادي يحترموه. مرة جاي السيدة المستشارة، فعلا هذوك الناس جاوا قالوا حقائق، يعني بجرأة، ماشي الناس عندهم ضاغينة ولا بغا يقولوا لا السيد مات، لا، جاوا قال لك حنا اللي شفناه نقولوا القضاء، يعني قمة النبل والتصرفات اللي مشكورين عليها. ما غنجازيهمش لحنا بهذه كلمة شكر، غنجازيهم الله، إن هذه خدمة الحقيقة، باش ما تغيرش الحقيقة، باش العدالة تاخذ طريقها الصحيح. أي واحد شارك في، ترى عندنا حنا إخفاء الشهادة راه في القانون وفي الإسلام راه مصيبة لخفية الشهادة وشهادة الصور، إخفاء الشهادة راه ممنوع من شهادة الصور. وفي القانون الجنائي الذي كان يعلم دليل براءة إنسان وخفاها راه يعاقب عقوبة قاسية. والفصل ده بنعطي لكم بعد مرة أخرى، وشكرا.